السلام عليكم خوتي، في هذا الفيديو غادي نشارك معكم اخر الاخبار فيما يتعلق بفتح الحدود البحريه والجويه والمعابر الحدوديه وشروط السفر خاصه بالنسبه للاطفال. خوتي، كاين مؤشرات واخبار جد ايجابيه فيما يتعلق بفتح الحدود البحريه مع اسبانيا. الحدود البحريه مع فرنسا وايطاليا غادي تفتح، ولكن كاين انباء واخبار ومؤشرات جد ايجابيه فيما يتعلق بفتح الحدود البحريه مع اسبانيا، وهذا الشيء هذا غادي ناكد لكم في هذا الفيديو. كذلك وفي مكالمه يعني جريناها للتاكد من المده ديال الصلاحيه ديال جواز التلقيح، غادي نشاركوها معكم في هذا الفيديو. من بين هذه المؤشرات وهو النوايا الحسنه لاصلاح العلاقات ما بين اسبانيا والمغرب. شفنا مؤخرا عده اخبار يعني اللي هي سلبيه، ولكن في المقابل كنشوفوا بالزربه المغرب كيخرج ببلاغ كيكذب ذاك الاخبار. الخبر كاين واحد الخبر خرج هذه واحد المده فيما يتعلق بالمغرب، يعني هنا غادي نشاركوا معكم. نعم، هنا في خطوه لتاكيد سياده المغرب كيلغي الصفه ديال الحدوديه عن معابر سبته ومليليه. خرج على غدا بلاغ من الحكومة المغربية يؤكد الحقيقة ديال هذه الكلمة ديال الحدودية. هنا وكاين مصادر كتنفي، يعني مصادر أمنية بشكل قاطع هذه المعطيات. كذلك أخوتي، البارح شفنا واحد الخبر اللي كيقول كما كتشوفوا هنا، المغرب يخفي تمثيليته الدبلوماسية أو تمثيله الدبلوماسي لدى إسبانيا إلى أدنى مستوى. كما كتشوفوا هنا اليوم صبح يعني الحقيقة البلاغ كيقول الحقيقة ديال تخفيض المغرب لمستوى التمثيل الدبلوماسي في مدريد. نفى مصدر يعني نفيا قاطعا كل ما يعني تناولته الصحف الإلكترونية فيما يتعلق بهذا الخبر، وهذه نوايا جد حسنة. واليوم كنشوفوا رئيس الوزراء الإسباني كيقول باللي مدريد تتطلع إلى توطيد العلاقة مع الرباط. غادي نشوفوا جميع هذه الاخبار من بعد هذا الفاصل، لكن كما العاده اخوتي لايكات بزاف بزاف بزاف، كثروا من اللايكات. حنا باموس بور لاس فرونتيرا ماريتيماس، بور الحدود البحريه، بغينا الحدود البحريه وبغينا يخفوا لنا حتى هاد الشروط ديال السفر اللي كنشوفوها حنا تعجيزيه. غادي نوضح شويه، كان مباشر، غادي نخليكم المباشر هنا في التعليق الاول اخوتي اللي عملته فيما يتعلق بالشروط الجديده للسفر بالنسبه للاطفال. كذلك المكالمه مهمه اللي كتثبت وتاكد باللي المده الصلاحيه من بعد الجرعه الثانيه، يعني 9 شهور من بعد الجرعه الثانيه كما العاده. تفاصيل، نمشيو للتفاصيل، لايكات والبارطاج بزاف بزاف بزاف، باقي ما وصلتوا حتى فيديو ال 10000 لايك. خليكم معي. السلام الله عليكم وتحية لجميع متابعي ومشاهدي قناة عثمان برشلونة في كل مكان، ودائما وأبدا كنتمنوا تكونوا بخير وعلى خير وبأحسن الأحوال. ونبدأ على بركة الله بالشروط الجديدة اللي وضعتها الحكومة المغربية للسفر خاصة بالنسبة للأطفال. الأطفال أخوتي اللي قل من 6 سنوات معفيين من الجواز ديال اللقاح ومعفيين من البيسير. ابتداء من 6 سنوات حتى 12 سنة فروض عليهم الاختبار ديال PCR يكون سلبي وما تجاوزش المدة ديالو أكثر من 48 ساعة. وابتداء من 12 سنة مفروض الجواز ديال اللقاح على القاصرين وعلى البالغين، يعني على الأطفال وعلى البالغين، على كل شيء مفروض الجواز ديال اللقاح وكذلك الاختبار ديال PCR اللي ما تجاوش المده ديالو اكثر من 48 ساعه قبل الصعود الى الطائره. وفيما يتعلق بالمده الصلاحيه ديال الجواز ديال اللقاح، تواصلنا مع الميديكو، مع مي ميديكو، وسولته مزيان اخوتي، وغادي نخليكم مع الجواب في هذا الاوديو اللي قال لي المده ديال الصلاحيه كتنتهي من بعد الجرعه الثانيه ب9 اشهر، وقال لي في الكومونيداد الاوروبيه. المهم هنا بعدا في اسبانيا كاينه، وهانتوما غادي تسمعوا الاوديو، وسولته على الابن ديالي دوز 2 ديال الكوفيد، قال لي من بعد شهر. ما عرفتش هذا واش بالنسبه للاطفال ولا بالنسبه حتى للبالغين.
يعني قال لي من بعد شهر واخا دوز جوج خصو يعمل وحده. تفاهمنا؟ سمعوا نخليكم مع الاوديو ونمشيو لباقي التفاصيل فيما يتعلق بالحدود البحريه. خليكم مع الاوديو. Quería preguntar por la validez del pasaporte COVID después de la segunda dosis. ¿Que se ha puesto dos dosis? Sí. ¿Y qué edad tiene? Un segundito. Vale. Vale, pues son 9 meses desde la última. Son 9 meses de la última. ¿Esto está en la comunidad europea o solo en España? Pregunto. No, creo que es en la comunidad europea. ¿En toda la comunidad europea? Sí, sí, sí. Vale, son 9. Si usted ha dado positivo, después de la segunda dosis tiene que esperar 5 meses a ponerse la tercera. كما سمعتوا اخوتي هذه كانت مكالمه يعني فيها توضيحات مهمه فيما يتعلق بالصلاحيه ديال جواز اللقاح. كما سمعتوا بالاسبانيه السيده قالت لي، يعني نترجم بالعربيه شويه، السيده قالت لي باللي جواز ديال اللقاح كتنتهي الصلاحيه ديالو من بعد يعني 9 شهور من بعد الجرعه الثانيه. كما سمعتوا كان جدل وكان نقاش، ولكن يعني هادو اهل الناس ديال المختصين واستشرت يعني في استشرت او سولت ولا هذا، وقالت لي 9 شهور من بعد الجرعه الثانيه. تفاهمنا اخوتي ونمشيو دابا فيما يتعلق بالحدود البحريه. هذا الموضوع هضرنا عليه البارح وقلت لكم كانت مكالمات هاتفيه طويله، ولكن كاين امل وكاين مؤشرات جد ايجابيه كتقول باللي الحدود البحريه مع اسبانيا كنهضر حتى هي غادي تفتح ان شاء الله. ما عرفتش واش 7 او لا مستقبلا في الشهور القليله ولا في الاسابيع القليله، ولكن غادي تفتح. كاين مؤشرات جد ايجابيه من بعد التصريحات ديال العاهل الاسباني والرئيس الاسباني ووزير الخارجيه، يعني من بعد التصريحات ديال هاد الناس هادو كاملين المغرب خرج وقال باللي باغي الوضوح، ودابا كيبان لي باللي كاين شي حاجه يعني في الخفاء، يعني كاين مفاوضات كنظن ان شاء الله غادي تكون حتى الحدود. وشنا يعني عدة مقالات كتتكلم على الحدود البحرية، وشفنا المغرب كيخرج يعني بلاغات كيكذب بعض الأخبار اللي كتكون زائفة. غادي نعطيكم أمثلة شنا شحال هذه أخوتي إذا تعقلوا خرج هذا الخبر اللي كيقول المغرب بلاتي هنا عندي هادشي، هذا كلشي مسجل أخوتي. أنا كان هذا الخبر اللي كان كيقول باللي في خطوة لتأكيد سيادته المغربية لغي صفة الحدودية عن معابر 6 مللية، وكما كتشوف هذا الخبر اللي خرج بالي شرعت المديرية العامة للأمن الوطني مؤخرا في إحداث تغييرات هامة على مستوى المراكز الأمنية المتواجدة بالقرب مدينة 6 مللية المحتلتين، وذلك من خلال إسقاط صفة الحدودية عنها. وحسب مصادر مطلعة فإن المديرية العامة للأمن الوطني وجهت برقية المراكز الأمنية بمعبري باب 6 مللية المحتلتين لإعادة صياغة التسميات. من بعد خرج بلاغ ديال سيغينتي كما كتشوفوا هنا حقيقة حذف كلمة الحدودية من مراكز أمن معبري 6 مللية نفى مصدر أمني بشكل قاطع المعطيات التي تم تناولها إعلاميا بخصوص حذف كلمة الحدودية من أسماء المراكز الأمنية بمعبري 6 مللية، كما نفى المصدر الأمني في توضيحات أن تكون المديرية العامة للأمن الوطني راسلت مصالح الخارجية بغرض تغيير الأسماء أو الهويات البصرية لمصالح الأمن بمعابر 6 مللية. هذا فيما يتعلق بهذا الحذف ديال الكلمه ديال الحدوديه. والبارح خرج مقال كذلك كيقول باللي المغرب يخفض تمثيله الدبلوماسي لدى اسبانيا الى ادنى مستوى. ذكرت مصادر اعلاميه اسبانيا ان المغرب انهى مهام كل من فريد والحاج القائم باعمال السفاره المغربيه باسبانيا وابراهيم خليل العلوي ومحمد امين تيكاع المسؤولين الكبيرين بذات السفاره. هذا المقال ومقال ديال الصحف كيكون الصحف اسبانيه ومغربيه كذلك، ولكن خرج اليوم عاود تكذيب هذا الخبر كما كنشوفوا هنا. حقيقة تخفيض المغرب لمستوى التمثيل الدبلوماسي في مدريد نفى مصدر يعني ما روجته منابر إسبانيا وتناقلته مواقع مغربية بشأن قرار الرباط تخفيض تمثيله الدبلوماسية في العاصمة الإسبانية مدريد. وفق المصدر الأمر يتعلق فقط بإنهاء فترة عمل بعض المسؤولين، وذلك في إطار ما دأبت عليه وزارة الخارجية من تغيير في مناصب البعثات كل 4 سنوات. يعني هذا توضيح كيخرجوا أخبار كتكون أخبار زائفة وكاذبة،
وهنا يعني كاين توضيحات، وهنا نقراو شويه نعم المقال اكثر باش نفهمو اكثر. هنا و وفق المصدر الامر يتعلق الكل اربعه وتبعا للمصدر عينه فانه سيتم تعويض هذه المناصب، يعني مشاو بعيد، سيتم تعويض هذه المناصب قريبا في اطار حركه دبلوماسيه جرت بها العاده لتجديد دماء الفريق الدبلوماسي، وكانت مواقع اسبانيا محسوبه على اليمين المتطرف، هذو اللي باغيين يخلقوا الفتنه، تبحث عن تسميم العلاقات بين المغرب واسبانيا، نشرت اخبار بشان تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي للمملكه في مدريد الى مستوى غير مسبوق. هذه الصحف كتنقل عليها صحف مغربيه يعني هذه الاخبار الزائفه، وكتخرج توضيحات، وهاد الاخبار كيرسلوهم لنا الناس يعني مسؤولين مغاربه الصراحه، ماشي هما يعني كيبغيو يثبتوا لنا باللي راه النوايا حسنه بين يعني البلدين باش يوصلوا الحل، باش يفتحوا لنا الحدود البحريه، واخا هي ما عندها حتى شي علاقه كما قلت لكم البارح، راه حتى اسبانيا قافله الحدود البحريه ديالها. المهم كاين مؤشرات جد ايجابيه كتقول باللي الحدود البحريه حتى هي غادي تفتح اخوتي ديال اسبانيا، كنهضر على اسبانيا. وهنا يعني عده صحف كيتكلموا على هذه القضيه ديال فتح الحدود البحريه. هنا كما كتشوفوا المغرب دقيقه يستأنف النقل البحري الاثنين المقبل، هنا كاين وثيقة، يتجه المغرب لاستئناف النقل البحري مع الدول الأوروبية وذلك تزامنا مع قرار استئناف الحركات الجوية يوم 7 فبراير، وحسب مذكرة صادرة من وزارة النقل واللوجستيك فقد قرر تمديد تعليق الرحلات البحرية من وإلى المغرب حتى 6 فبراير مساء، وهو ما يرجح عودة نشاط الميناء إلى وضعيته الطبيعية سيكون يوم 7 فبراير أي في يوم نفسه الذي تعود فيه الرحلات الجوية إلى وتيرتها الطبيعية. يعني الحدود البحريه ستفتح، كنطلبوا الله يعني والاخبار اللي كتوصلني كيقولوا حتى مع اسبانيا غادي تفتح ان شاء الله. يعني التاريخ باقي ماشي محدد، واش حتى هو محدد حتى هو 7 فبراير، ولكن النيه ديالهم يعني انهم يفتحوا لنا حتى الحدود البحريه مع اسبانيا، لان نمشي معكم بعيد، لان حتى وهذا الشيء هذا راه هضرنا عليه البارح، نشوفوا بعدا شنو قال الرئيس الاسباني بيدرو سانشيز، كيقول تسيير العلاقات الاسبانيه الى مستوياتها الطبيعيه والعاديه بعد مرور عامين على الازمه التي اندلعت بين البلدين الجارين، اذ اكد رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز ان مدريد تتطلع الى توطيد العلاقه مع الرباط، وصرح رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز اليوم الاربعاء بان العلاقات مع المغرب ايجابيه، مؤكدا في جوابه على سؤال لسكاي نيوز عربيه ان مدريد تتطلع الى الاستمرار في التعاون الثنائي مع الرباط. سانشيز الذي يقوم بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة أورد أن إسبانيا حليف مهم للمغرب ولا سيما في سياق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وتريد الرباط اختبار جدية تحركات الحكومة الإسبانية خاصة موقفها من تطورات قضية الصحراء المغربية الذي عمر طويلا بسبب استمرار نهج إسباني ينطوي على المراوغة وغياب الوضوح اللازم خصوصا بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وترفض مدريد إطالة أمد الأزمة مع الرباط فهي تخشى وقوع ارتدادات جديدة في ظل رغبة الرباط كذلك حسم موضوع الصحراء وعدم ترك أي فرصة للإسبان للمناورة في هذا الموضوع. هادشي اللي كنقول لكم أخوتي، يعني كاين نوايا الحسنة وكاين رغبة كبيرة من طرف البلدين بجوج أنهم ينهيو هاد الأزمة، ونطلبوا الله خير أخوتي. المهم حنا اللي عنينا وهو كنقلوا لكم جميع الأخبار فيما، وهنا عدة صحف إسبانية كذلك كتهضر على عودة الرحلات البحرية مع إسبانيا. أنا مرويكوس بروغا سولو أستا ديال سيدي فيبريرو إل سيري دي لاس أو دي ليستريتشو هنايا. فهمنا هذه صحف إسبانية يعني كثيرة وكثيرة بزاف كتتكلم على هذا الموضوع هذا اللي بدينا البارح، بدينا معكم البارح إن شاء الله، وغادي نبقاو معاه حتى يفتحوا لنا الحدود البحرية، غير هما خصهم يخفوا لنا هاد الشروط، وكنظن مع الوقت يعني وخاصة يعني من بعد الضغوطات ديالنا حنا الجالية المغربية، يعني شروط هي الصراحة تعجيزية وخاصة فيما يتعلق بالأطفال، وكنطلبوا يعني حتى الناس الغير ملقحين حتى هما يدخلوا بالاختبار ديال البي سي ار. المهم كانت عندي مجموعة من الأخبار بغيت نشاركها معكم في هذا الفيديو، يعني كل المؤشرات كتقول باللي إن شاء الله الحدود البحرية مع إسبانيا غادي تفتح أخوتي، حتى هي غادي تفتح. انا قلت لكم باقي ما كاينش الرسميه، ولكن على حسب انا ما كنتوصل به غادي كيحاولوا يفتحوا حتى الحدود البحريه، ما هذا العام غادي تكون عمليه مرحبا من الموانئ الاسبانيه ان شاء الله، وهما في صدد هذا الشيء هذا اخوتي.
هنا بغيت نهضر على السياحه. انا شوفوا هنا الضرر اللي هنا بلاتي. نعم هنا بلاتي، صغروا معايا واحد دقيقه، لكن عندي واحد المقال ما عرفتش فين مشى، تخبع بلاتي ومعايا عفاكم. هنا المغرب كنشوفو كيسجل 3000، يعني الارقام مقارنه مع الدول الاوروبيه لا شيء اخوتي. بلاتي هذا الموضوع هذا عفاكم، انا نهضر عليه هذا باش نعرفوا شكون اللي تضرر يعني من الاغلاق ديال الحدود. هنا بس خسائر العائدات السياحيه الخارجيه بالعمله الصعبه تبلغ 90 مليار درهم اخوتي، فهمنا يعني. أكدت فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن السياحة المغربية تضررت بشكل غير مسبوق بسبب جائحة هذا الفيروس. وقالت المسؤولة الحكومية التي كانت تتحدث ثلاثة أن عدد السياح الوافدين على المغرب عرف انخفاضا بنسبة 79% سنة 2020 و 71% سنة 2021 مقارنة مع سنة 2019، وهو ما شكل خسارة كبيرة تقدر ب 90 مليار درهم بالنسبة إلى مداخل السياحة الخارجية بالعملة الصعبة. يعني شكون هو المتضرر؟ وبالمقابل كنشوفوا أرباح كبيرة كتجنيها إسبانيا يعني في القطاع السياحي. يعني المتضرر هو المغرب والمغاربة، وحنا الجالية المغربية كذلك. كنظنوا قيل أخوتي وضحنا، يعني باقي ما كاين حتى شي حاجة رسمية، ولكن كل المؤشرات والأخبار كتقول باللي ان شاء الله يعني كيعملوا باش يفتحوا حتى الحدود البحريه مع اسبانيا. واستناو يعني اي جديد، يعني اي جديد في هذا الموضوع غادي نشاركوا معكم. اي حاجه كتعلق بالحدود البحريه والجويه والشروط وهذا غادي اي حاجه كما كانت غادي نشاركوها معكم اخوتي. اليوم ان شاء الله في المساء نفتحوا مباشر كذلك، نستقبلوا المكالمات ديالكم والاراء ديالكم، ودائما بادب واحترام اخوتي. إلى ذلك الحين تهلاو لي فراسكم، أمسية سعيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.